حواوشي على الفحم وعليه شاورما. الرايب بالنعناع كله عجوه بالمكسرات. انا عايز واحد حواوشي عليه شاورما. واحد حواوشي عليه شاورما. انا فود بلوجر. المكونات شاورما. هو فاهم يعني ايه فود بلوجر ولا هيتعبوني؟ هتقدموا لي كده طحينه. انا جاي لكم الماب عايز اشوي. هات الميكس ده. هما بييجوا يحاسبوا؟ امال ايه ده؟ فراخ شاورما وفراخ وايه الفود ريفيورر في كده يعني؟ شفت حاجه مش فاهم فيها. انا ابوس ايدك هات. انا عايز حبيب قلبي يا فنان. يو اهلا بكم في سلسله فيديوهات اعمل ايه تعملوا. عايز تاكل نص دست؟ ايوه المكان الغريب اللي بيعمل حواوشي عليه شاورما ورايب بالنعناع وكبسوله عجوه بالمكسرات وبيعملوا اختراعات عجيبه كده، فعايزين نجربها مع بعض. وانا النهارده هحاول ابقى فود بلوجر، فيلا بينا نشوف الحوار ده. يلا بينا. يلا 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 يا حبيبي. يلا 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 بفرح وينكم. هو بيعملوا شاورما مصري بس بيعملوا اختراعات تانية، فيلا بينا نعمل فيها. عاملين فيها بقى ايه ونجرب كل حاجه على طول كده. ده انا لسه جاي. اوردر تاني. انا فود بلوجر. طب جهز لي. انا جاي لكم الماب. هو فاهم يعني ايه فود بلوجر ولا هيتعبوني؟ السلام عليكم. عايز اتصور مع السير. ايه انا فود بلوجر جاي بقى ادوق الاكل وال هتقلب. فود بلوجر يا عم بتشوفش لازم البس الكلاف وكمامه يا عم. انا فود بلوجر بقول لك ادوق. عايز واحد شاورما فراخ ولحمه. لا ما انت بقى هتقدموا لي كده. انا عايز انا هظبطك. ايوه كده شكرا. هات واحد لحمه. هوبا. قرب بقى. مكونات شاورما. استنى كده انفوكس. المكونات شاورما طحينه. قبل فيلم ريفيو ما معروفه. الشاورما المصري حلوه. حلو ما جامده. خش بقى الفراخ. طب انا احسن حلوين والله. اعمل ايه طيب؟ دوم بقى رايب هنا بالنعناع. الله بقول لك يا نجوميه والنبي، هو فين الرايب اللي بالنعناع؟ ايه الاخبار؟ صباح يا نهار ابيض، ده شرف ليا. عشان نتصور مع بعض. ماشي. الرايب بالنعناع كل حد من هنا. حاتم الرايب بالنعناع والنبي انتوا مش حاطين هنا. انا فود ريفيو. فود ريفيو. ازيك يا معاذ؟ ده محمد. محمد ازيك يا محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معاذ انت المفروض بتطلع بابا؟ بتطلع اوضه من بابا. ده بطعم ايه؟ انتوا عندكم كذا طعم. انا جاي اعمل ريفيو. مش هما من بيجوا ياكلوا ويصوروا الفرن والحاجات دي؟ كده. لا يا باشا، ده هي اول الريفيو بيبقى كده. دي المفروض تروح تحاسب عليها دلوقتي. هما بييجوا يحاسبوا؟ امال ايه الفود ريفيورر في كده يعني. انا جاي اعمل ريفيو للاكل المكان، فبريفيو فجاي يقول لي بقى. هما مش هما بييجوا بياكلوا وبيشربوا؟ عايز جمله واحده. ده ايه ده؟ مش ده الرايب بالايه بالنعناع؟ رايب ونعناع. ده رايب بالنعناع. رايب ونعناع. هقيمه. انت كده بتقيمه؟ حلو؟ والله حلو. والله حلو؟ احلف اهو. السلام عليكم. عايز اشوي. اوعى بقى اوعى اوعى. فين؟ اديني واحد حواوشي. انا فوق ماشي. وبتقلوا الزبادوه عشان تقيل قوي. وجلفظات عشان بحب اوسخ ايديا. جري وين؟ هات منديل. وعهد الله حلو ولا ايه؟ النعناع مش فريش بقى، مش هينفع هشكر فيه، لازم اطلع فيه حاجه.
بقول لك يا قمر الدين، تحلفك بالله طالب واحد حوشي استعجله لي. قول لهم للريفيورر اللي فوق. حبيب قلبي يا فنان، بس انا طالب واحد بس. اول كده ده اتنين حوشي. هو ايه ده؟ حوشي فراخ. طب معلش انا اسف، ممكن شوكه وسكينه؟ حبيب قلبي يا فنان يهزروا. حوشي فراخ حبيت منهم على الاخر. غريب بس جامد. هو عادي لو ما يعني لو ما مش عارف اقول ما مش عارف اتكلم على التتبيله. التتبيله ما حلوه التتبيله والله حلو، بس يعني غريب اول مره يعني. انا عمري ما اكلت حواشي فراخ. فاهم؟ مش فاهم الصراحه، شفت حاجه مش فاهم فيها. نخش بقى على الحواشي اللحمه بتاعنا عادي. اصل النهارده ريفيور وبتاع وشاورما لحمه وفراخ. طب ما تجرب حواشي شاورما. حواشي ما انا مش يعني هو بيحطوا على الحواشي مثلا لحمه شاورما لحمه. بقول لك انا هركن اللحمه ده، تعالى بقى ايه نشوف الحوار العبيط ده. بريفيو الميه عشان اكسر الطعم، بس ما انا لساني ده حساس. ولا هي دي ايه؟ بطاطس ويدجز. بس ايه ويدجز ولا ايه؟ حبيب قلبي يا فنان، التتبيله جوسي. ما قرمشه من بره وطريه من جوه. مبسوط انت كده؟ الو السلام عليكم. شاورما والحواوشي والكلام ده ايه؟ انا عايز واحد حواوشي عليه شاورما. واحد حواوشي عليه شاورما. وده ايه ده بقى؟ كبسولة عجوه بالمكسرات تحفه. فين بقى الحواوشي بالشاورما والحاجات دي؟ هو ده؟ لا ده انا استنى، اديني المراجيح. ده رايب بايه ده؟ انا هسال بس، ده رايب ايه؟ رايب مانجا. ده مكتوب هنا. لا ده احنا لازم ندوقه بقى. هات الميكس ده. ده فراخ شاورما وفراخ وايه؟ طب ابوس ايدك هاته. حبيب قلبي يا فنان. انا خايف مره يفرشوا. وانا كل ما انزل اجيب حاجه اطلع الاقيهم شالوا الترابيزه. ايه مشغلين بلديه؟ تعالى يا عم. بقول لك ايه، انا كل ما انزل اجيب حاجه اطلع الاقي الترابيزه فاضيه. يعني خلوا الناس اللي بيشيلوا الاكل يهدوا علينا شويه. بس صينيه واربعه شاورما بدل ال خلاص الصينيه. بس ما صينيه. هات تري من عندك يا عم. هات انتري من عندك. انتري. حواوشي لحمه ده فراخ. حواوشي حواوشي فراخ وعليه شاورما فراخ. بصوا انا دقت الفراخ، الحواوشي الفراخ كان عجيب. هنشوف بقى الاعجب. والله هقول عليه ايه؟ ما هو اكل ربنا كله حلو. عايز ادوق الفراخ، عايز ادوق اللحمه. امال ده كان ايه؟ انا بحب الحواوشي المصري، بحب الشاورما المصري. الاثنين بقى مع بعض. ده برجر ده ولا ايه؟ جميل، حلو قوي. جوسي الجوسي بجد. بيعملوا كده بس ما بحسها حركه مش لطيفه. ما تاكل وانت ساكت يا عم الحاج. حل بقى. عدت رايب مانجا عشان ندوق، وجبت منيو عشان اقول لكم الاسعار. صار بقى الاسعار على المشرب الرايب. اسال على منيو البوكسات وهتلاقي اسعارها بتبتدي من 77 جنيه و99 جنيه و111، وتقدر تختار البوكس اللي يناسبك ما بين الشاورما والحواوشي والرايب والكبسوله. الله، اجمل حاجه عندهم الرايب. في اطعمه تاني، تعال نشوف كده ونحل بالكبسوله. كبسوله زبده على مربى باين. اسمها كبسوله بلح بالزبده والمكسرات. كبسوله بلح بالزبده والمكسرات. تعرف تقول خالتي بسبوسات لي بسبوسه بالسمنه والعسل والسكر 10 مرات؟ ايه ده انت مشال ده اغلب. انا اكلت الاكل، الاكل حلو. عايز بس الديزرت ما تكترش، ما تكترش. حط لي سته كده ولا حاجه. سته انت ماشي ماشي. حلو قوي. بوظ على السته. بص يا يا ابوي، فكرني برمضان يلا والفرن. يا ابوي تقيله قوي. بس خلاص بقى، تعالى ناكلها في الجنينه. حلوه بس تقيله قوي.
انا مش عارف يعني حاسس ان انا عايز اخش المطبخ كده. ف تعالى تعالى. اتنين حواوشي يا جدعان. الكاتشب ده مكانه هنا. طب عاملين ايه؟ انا بعمل ريفيو للكيس. انا بعمل ريفيور ما تقلقش. الكيس في منديل في كلينكس وفي جوينت اهو. الله وتسبيكس كمان. يعطيهم الف عافيه يعني بصراحه يعني. ف بتعمل ايه يا حبيبي؟ بعمل ريفيو للكيس. كيس في ايه يا عم؟ ايه يا ابني كده ليه يا ابني؟ تعالى يا بابا. هو ايه اللي تعالى؟ انت عارف انا مين ولا محمود؟ محمود يا جدعان يا جدعان. انا ريفيورر. انا ريفيورر. وفي النهايه حبيت اوصل لكم ان احنا نقدر نخوض تجارب جديده على قد فلوسنا او باقل تكلفه ممكنه. وبكده يكون الفيديو خلص. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وتابعوني عشان تشوفوا الفيديو الجاي. وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي. فهب هب هب هب.